اول شيء فيكم تستخدموا اي نوع عصير من عصير طيبه. اي نوع عصير مش شرط، بس انا اليوم استخدمت تحديدا عصير البرتقال. طبعا فيكم تستخدموا التفاح، المانجو، الفواكه المشكله اللي بدكم اياها. الان بدنا بالضبط نضيف 4 اكواب قياسيه داخل 4 داخل ايش؟ طنجره، وكله على البارد، انتبهوا. هاي 4 اكواب. وعلى طول حبايبنا عندي 4 ملاعق من الكاسترد و4 ملاعق من السكر. طبعا كميه السكر ترجع لكم، تحبوا تزودوا تحبوا تنقصوا، القرار قراركم. الان بدنا نرفع على النار، الان بدنا نبدا نغطس بسكوت بالحليب. هاي الوصفه كثير سهله. بسكوت بالحليب بدنا نبلش نغطسه ونصفه في قعر البايركس. لا بالعكس بدنا نعمل احنا بالعكس بالعكس. ايوه اربعات ممتاز. اربعات. يا سلام يا شيف، يعني شغله سهله كثير وبسيطه وما بدها هالقصه. شايفين يا حبايبنا احلى الريحه، ريحه طيبه الاورنج. ريحه طيبه. بناخذ عصير البرتقال اللي عملناه بالطنجره، الصف الثاني. يلا مش الثاني الف ولا باء، الثاني اللي هون. اوكي ثاني بحليب عادي، نفس الفكره. اخر طبقه بدها تكون سميكه، اخر هون طبقه سمك. هون بدنا نغطي البسكوت. بعدين انت لاحظت بلشت تسمك طبعا اكيد 100%. شوف هذا العيار على الشعره، يعني انا ما عملت شغله الا جربتها مجربه، ما بشتغل هيك انا يعني على السبحانيه. شوفوا كيف طلعوا. الان انا بدي يعني لو انها شوي بارده بس تبرد، يا جيمر يا خلينا زي هناك اذا كل شيء متطبق. يعني شوفوا يا جيمر ورجيهم طبق، يا قشطه بلديه، يا قشطه منزليه، يا اما ويب كريم اخلطوه مع شويه سكر حطوه على وجهه. يا سلام. يعني شوفوا انا عندي هون طبعا ويب كريم مضروب، بس معلش الوقت مش راح يعني. شوفوا هي بسكوت من جوا، وحطينا هون الويب كريم، زينتها فستق حلبي بشوية جوز هند، وطبعا الكرز الاحمر. هاي الكرز طبق حلو، اشي فخامه جدا. حلال برتقال مع البسكويت. بدنا 4 اكواب من عصير برتقال طيبه، 4 ملاعق كبيره من السكر، 4 ملاعق كبيره من الكاسترد، كريمه مخفوق، كرز احمر مجفف، وفستق حلبي، جوز هند، وهذا كله للتقديم.